لم تمض سوى أشهر قليلة على تصريحات حكومية أكدت أن طريق التنمية بات مشروعاً متكاملاً من حيث المخططات ودراسة الجدوى والشركاء المساهمين بما يضمن نقل العراق إلى عمق العالم، حتى جاء رئيس الحكومة محمد السوداني ليقول إن المشروع بحاجة للمزيد من الدراسة والتوضيح، معترفاً بأن حكومته خاطبت البنك الدولي لدعم تنفيذ طريق التنمية من البصرة إلى الموصل بعد أن باء عن إحجام المستثمرين عن ضخ أموالهم فيه بسبب البيئة الطاردة للاستثمار في العراق جراء عمليات الابتزاز والإتاوات التي تفرضها الميليشيات على المستثمرين. لم يقتصر الأمر على هذا، بل أعلن السوداني عن إنشاء طريق تنمية مؤقت يعمل بعد إنشائه ريثما ينتهي المشروع الكبير الأسطي على سكك الحديد القديمة التي تربط البصرة بالموصل، مبررا ذلك بظروف البحر الأحمر وأن البنك الدولي طلب من الحكومة الاستعجال بالمشروع. تصريحات السودان قد تفسر حقيقة اتهام النائب عن لجنة الاقتصاد النيابية ياسر الحسيني للحكومة مؤخراً بشأن محاولة إبرام عقد لتأهيل سكة الحديد القديمة والتي تعود إلى عهود ماضية بمبلغ 22 مليار دولار أمريكي، خاصة أنها ليست بحاجة إلا إلى إكمال مقاطع بسيطة من الفاو إلى الشعيبة ومن الموصل إلى حدود تركيا. عراقيل عدة تعيق تنفيذ طريق التنمية، ومنها إيران التي أكد وزير خارجيتها عباس عرقجي بأن المشروع يهدد مصالح دول المنطقة وكان يجب التشاور بشكل معمق بشأنه. من بين المشاريع المطروحة في هذا المجال هو مشروع طريق التنمية في العراق، ونحن نتابع عن كثب مستجدات هذا المشروع. تكون له مضاعفات وتبعات إقليمية ربما تتجاوز ذلك البلد وتؤثر على سائر بلدان المنطقة، والمفترض أن تكون حول ذلك مشاورات وتبادل وجهات النظر. ويربط طريق التنمية أو القناة الجافة بالسكك الحديدية برا العراق بتركيا وأوروبا شمالا والخليج العربي جنوبا بهدف نقل البضائع بين الخليج وأوروبا وبالعكس. وتتمثل العقبات الأساسية في وجه هذا المشروع الضخم في صعوبة تأمين تمويل مستدام له وانتشار الفساد ونقص الفعالية داخل مؤسسات العراق، وهو ما قد يعيق إنجازه بحسب مؤسسة كارينجي للسلام الدولي.